طبعا مهرجان الدراجون بوت اللي احنا عملناه بمناسبه طبعا مرور 73 عام على العيد الوطن الصيني، وطبعا بالنسبه لهونج كونج برضه احتفاليه بالنسبه لهونج كونج رجوعها للصين يعني الدوله الام يعني. طبعا هي زي ما حضرتك دراجون بوت كلعبه هي اصلا صينيه الاصل وانتشرت على مستوى العالم وبقى ليها اتحاد دولي بيضم 120 مليون لاعب وحوالي 80 دولة على مستوى العالم كله. في مصر الحمد لله في اتحاد المصري دراجون بوت، وطبعا بيلعبوا طبعا احنا بنشارك كل الفئات اللي موجودة في مصر، سواء حتى اللاجئين اللي ذوي الهمم الأولاد من وزارة التربية والتعليم، طبعا بشكرهم طبعا على طبعا مشاركتهم معنا. الاحتفال اللي اقيم للدراجون بوت هو رياضه اسيويه من افضل الرياضات التي يمارسها كثير من الاسيويين، وهي مشجعه على تنميه القدرات لدى الشباب والكبار في السن والسيدات والرجال وكل الفئات تقدر انها تلعب هذه الرياضه. بصراحه هي لعبه قويه وعايزه قوه وعايزه تمرينات، واحنا حبيناها جدا يعني. هي رياضه جميله جدا ورياضه احلى مثال انها رياضه جماعيه، يعني اكتر من الرياضه الفرديه اللي بتخلي الواحد بيحس بالجماعيه، بتخليني اشارك زمايلي، اشارك يعني لازم القارب كمان يمشي بطريقه معينه. انا اتبسطت جدا، والدراجون ده لما رحت فيه اول مره اتبسطت وكان حلو يعني بالنسبه لي. كان اليوم جميل جدا، وطبعا قلنا عندنا المسابقات وثلاث ايام، فالفريق الاول يعني حاولنا عشان نفوز لهم، اكيد يعني قدروا السابقه لنا يعني. ودراجون بوت يعني ده الفريق المنظمه حلوه جدا يعني، بيجيبوا التواطؤ للناس يعني، ناس بيكون في الوايده وناس بيعرف مع بعض وبيلموا الناس كلها يعني. طبعا لعبه دراجون بوت لعبه جامده جدا وقويه وحلوه ومش مرتبطه بسن على فكره، جميع الاعمار يلعبوها. واحنا طبعا النهارده جمعنا فرق كتير جدا من بلاد مختلفه وحاولنا نعمل مسابقات، والحمد لله احنا عملنا مركز اول بفضل الله. طبعا هي عايزه قوه وبار عالي، بس بتدريب طبعا كل حاجه بتيجي. واحنا بنشكر الكابتن ايهاب جوده هو اللي دعانا للمسابقه النهارده، وهو طبعا منظم للبطوله دي كلها. ودراجون بوت دي لعبه جميله ويعني مش محدده بسن خالص، وبتقويكي انك تلعبي تمام. والنهارده عملنا سباق والحمد لله جبت فيها مركز اول. ودراجون بوت دي لعبه جميله ومش منتشره كتير. صراحه احنا كنا في المركز الثالث، يعني احنا عملنا قدر ما يمكن، بس احنا خلاص يعني كنا نفسنا اتقطع، والفرقه كلها اصلا كانت جايبه اخرها، ويعني انا كله كان بيلم من على وش الميه يعني، احنا كنا خلاص بنجدف على الاخر وجبنا اكتر حاجه من طاقتنا، فعشان كده رحنا جبنا مركز ثالث. اللي عايز اقوله عن القوارب التنين الدراجون بوت يعني اسمها غريب اصلا، زي ما حضراتكم كان في الخبر كريم بيتكلم ان هي ترجع جذورها للصين، ولكن هي كمان بترجع اصلها ل 2000 سنه في جنوب الصين تحديدا، وده مهرجان بيقام في الصين بالمناسبه، وحصل قبل كده عندنا كذا مره. وفكره هنا ان احنا يبقى عندنا حاجه زي كده او رياضه زي دي، هي الاصل فيها كان مزج ما بين الثقافه الصينيه والمصريه، فكره هنا الرياضه او السياحه الرياضيه، فكل ده برده في الاول وفي الاخر وان كان بيتم كشكل حلو، مثلا الرياضه بتتم حاجه فيها الى حد ما فولكلور جديد بتعرف عليه، بيبقى في مزج ما بين الثقافه الصينيه عندنا واحنا عندهم، فبرضه تالي بيبقى ليها حتى لو مش على سبيل الرياضه بيبقى ليها ايجابيه على الصعيد الاخر وهي الثقافه، يعني اللي هي تبادل الثقافه، فدي اعتقد برضه ليها نفع من هذا الجانب يعني.